عن نفسي وأنا رأيي واضح منذ البداية أنه أنا ضد أي اصطدامات أو مواجهات يقوم بها الشباب بالعنف ضد أجهزة السلطة. بالحقيقة لا يقومون بالعنف لأن الأجهزة تقوم بالعنف ضدهم يعني. أوكي هذا شيء آخر لكن وهذا أمر وهذا أمر يدان بكل المقاييس لكن أيضا هذا أمر يحدث أثناء المواجهة حينما يحصل زحف حينما يحصل خروج. الحقيقة معظم المسيرات التي حدثت لم تكن مسلحة من الشباب، كانت مسيرات لا تريد المواجهة، لكن كما قلت القراءة السيكولوجية غير السليمة من النظام لنفسيات الشباب هي التي تؤدي إلى ما يحدث من الصدمات. السيكولوجية السليمة يعني الاعتقاد بأنه إطلاق الرصاص أو القتل قد يؤدي إلى أخافتهم ومن ثم عودتهم جميعا إلى بيوتهم وفضل الاعتصامات، وهذا لم يحدث وفي ظني أنه لن يحدث يعني. فلكن مع ذلك أنا منذ اليوم الأول أقول أن على هؤلاء الشباب أن يلتزموا بالجانب السلمي، وأنا أعتقد أن الاعتصامات في حد ذاتها وإذا والمسيرات غير التي لا تجر العنف بأي شكل من الأشكال هي التي يمكن أن تؤدي فعلا إلى تحقيق أهدافهم بشكل حضاري بشكل سلمي بشكل يؤدي إلى إحداث تغيير سلمي في هذا البلد بدون أي مخاوف. أستاذ نصر طه مصطفى أنت